في عناوين نشرة الليلة: طار النصاب، فكيلة الاتهامات للكتائب. تفاجأنا بحملة مبرمجة انه نحن حنلقط هدول الناس اللي سربت هالواتسابات. نحن أربعة، نحن وقفنا الجلسة. اعتصامات بالمفرق رفضا للضرائب وانتفاضة في نقابة المحامين. المحامي يتكلم في كل شيء، غصبا عنك يتكلم في كل شيء. انا اعلق عضويتي في نقابة المحامين. الجديد ترحب بمدير عام الجمارك الجديد. سلم على الرئيس بدري. مش بس سلم على الرئيس بدري. نظرة فابتسامة، فهل تنتهي بلقاء؟ نحن جماعة مهذبين، والرئيس الاتحاد التحريري مهذب. لا بس هلا بهالايام بشهر عسل. المجلس الإسلامي، تعيين بدل انتخاب وتمديد بدل تجديد. انتخب سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان رئيسا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. تمديد لولاية المجلس لم يكن أمرا دستوريا إطلاقا. ست سنوات بدأت بالربيع وتنتهي بالجحيم. في النشرة: سيرين عبد النور أشعلت الحرب في سوريا. وفي ترينز: إتجار بالرقيق على تطبيق ألأكس. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. مجلس نواب بأمه من دون أبيه تهزه شائعة وتلغي جلسته نميمة ويعطله أربعة كتائب، فتتأجر السلسلة بقرار سام، ويخرج نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري إلى الإعلام محملا المزايدين والمعرقلين وفي مقدمهم سامي الجميل مسؤولية الالتفاف على السلسلة. عذر أقبح من ضريبة، وارتفعت قيمتها المضافة عندما جلس رئيس الحكومة سعد الحريري على منصة الشكوى قائلا إن هناك مجموعة من الأكاذيب سربت على مواقع التواصل الاجتماعي، وسنسمي من سربها بالأسماء، وإذا ظن أحد أن القانون لا يطاله فهو مخطئ، معتبرا أن الكلام البذيء الذي نسمعه من المجتمع المدني يهين أصحابه. هو يوم تشريع المهزلة ومنحها وساما من رتبة سياسيين مائعين جرحت مشاعرهم الرقيقة من شائعات على الفيسبوك، وأصيب بداء وهن الأمة من نقد لاذع على مواقع التواصل، وتمت إهانة شعورهم القومي من منشور يضخم الضريبة. 124 نائبا لم يتحملوا اعتراض نائب واحد. جلسة قهر الناس لم تحتمل صوت الناس. حاصروا المواطن بزوايا ضرائبية ومنعوه أن يصرخ للتعبير عن غضبه. لاحقوه على مساحة هوائه وصفحاته الافتراضية ليتبين أن رئيس الحكومة كان طوال انعقاد الجلسة يتابع مواقع التواصل بوستاً بوستاً وتغريدة تغريدة وزنجة زنجة. ولو أقر النواب السلسلة الموعودة لوفروا عليهم هذه الحرب التي يبدو أنها توائم طموحاتهم إلى التأجيل، لأن طوق السلسلة وضرائبها كان قد بدأ يشتد حول الأعناق. لكن المتهم بالتعطيل سامي الجميل حضر مع كامل أدلته الثبوتية، وأعلن أن حزبه خرج من الحكومة السابقة بسبب محاربته الفساد ورفض الهدر ومنع المناقصات، وقوتنا أن لا أحد يغبر علينا. وكشف الجميل أن الدخان هو الضريبة الوحيدة التي صوتنا عليها، فيما كانت هي الضريبة الوحيدة التي اعترض عليها وزير المال علي حسن خليل، كاشفا أن القيامة قامت بين السلطة السياسية على هذا البند، وخليهن هن يقولوا ليه. ومن غير ليه فقد دخل الجميل نقطة الرجيل محظورة، تلك المحمية الطبيعية للرئيس نبيه بري منذ 30 عاما. وإذا كانت الرجيل بوابة مقفلة لتاريخه
فإن الجديد قالت يوما: افتح يا سمسم للجمارك في عهدها القديم، والتقطت أول مفاتيح الهدر. واليوم تقص الجديد شريط الجمارك في دفعته الثانية، وتستقبل الرئيس المعين حديثا بدر ظاهر، وتهديه عينة من المرتشين ليفتتح باكورة عهده بصيد ثمين، ويكتشف أنه اللي فايت فايت واللي ظاهر ظاهر على مرفأ بيروت حيث عنابر الهدر. طار نصاب الجلسة المسائية وتحول منبر مجلس النواب إلى حفلة لتبادل الاتهامات بالتعطيل. الأجواء السلبية التي رافقت تشريع سلسلة الرتب والرواتب لم تصمد سوى جلسات ثلاث على مدى يوم ونصف قبل أن تطيح بالنصاب وترفع الجلسة بانتظار دعوة جديدة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري. النقاشات التي ترافقت وكل الجلسات بدت كالدخان المتصاعد الذي ينذر بقرب اشتعال النيران. هذه النيران سرعان ما اشتعلت بخطابات اتهمت حزب الكتائب بالعرقلة والتعطيل. وبعدما كانت السلسلة محور البحث والاهتمام، تفاجأنا بحملة مبرمجة وممنهجة وشعبوية تطال الإرادات التي سبقت وأقرت في الهيئة العامة. حملة لا تمت إلى واقع الأرقام والحقائق بشيء، تستهدف ظاهريا الإيرادات المقررة بينما هي فعليا تنسف في الحقوق التي تؤمنها السلسلة، وتخلق واقعا يستحيل القبول به، وهو واقع يحاول وضع الناس في مواجهة الضرائب، بينما الحقيقة المرة أن من يقوم بهذه الحملة المبرمجة هو الذي يضع الناس في وسط غوغائية تؤدي عمليا إلى نسف السلسلة من أساسها. يعني نحن بدنا نكون صادقين مع أنفسنا، بدنا نقر سلسلة اللي الناس بحاجة لها، ولكن يجب علينا أنه نحمي كل اللبنانيين بما فيهم اللي عم نزيد لهم هذه السلسلة. نحن ما عم نضيف ضرائب لأنه منحب نضيف ضرائب، نحن عم نضيف لنحمي اللي عم نعطيهم السلسلة. نحن عم نضيف لأنه هذا التوافق السياسي اللي وصلنا له المعيب اللي حصل اليوم، ونحن كحكومة، وأنا حقول لوزير العدل ووزير الداخلية أنه في بالتواصل الاجتماعي مجموعة من الأكاذيب سربت. هلأ نحن عم نلقط إرهابيين بهالجمهورية، وأنا بأكد لكم أنه نحن حنلقط هدول الناس اللي سربت هالواتسابات، وحنسميهم بأسمائهم وحنقول مين هني. وإذا كانوا أحد مفكر أنه القانون لا يطاله، لا، القانون يطاله. كتلة الكتائب دخلت القاعة عينها حيث وجهت لها الاتهامات للرد بإشارات عن حجم الهدر والفساد، مؤكدة أنها طالبت بإقرار السلسلة قبل الإيرادات لأنها ضد فرض الضريبة على الناس. نحن ناس ديمقراطيين، في أكثرية نيابية من 128 ناقص 5 123 نايب، ما هيك؟ مش قادرين يكروا 123 نايب الأكثر، نحن أربعة. نحن وقفناها الجلسة، نحن منعناهم. شي مرة طلع على لساننا نحن الموجودين هون أو عن أي مسؤول كتائب كلام غير دقيق عن ضرائب؟ إذا اليوم في مشكلة داخل السلطة السياسية على بند إقرار ضريبة على الدخان، وقام القيامة داخل السلطة على هذا الموضوع، ما يجوا يكبوها على حزب الكتائب. الضريبة الوحيدة المحقة هي الضريبة على الدخان لأنه بتضر بصحة الناس، هي الضريبة الوحيدة اللي نحن صوتنا عليها وقبلنا فيها، وهي الوحيدة اللي عاملة مشكلة اليوم بالسلطة السياسية. وأمام هذه الاتهامات وطرح السؤال لمصلحة أي فريق حدث ما حدث، وعما إذا كانت الموازنة ستقر قبل السلسلة وكيف سيكون شكلها، عاد النائب فريد مكاري ليرد على النائب جميل. هني كان مهمتهم تعطيل التصويت على هذه المواد، ونجحوا بهذا الموضوع. إضافة أنه كلام خارج الجلسة وخلق جو بلبنان، يعني عند الناس، انه
هن حريصين على اعطاء السلسله بدون ما يدفعوا الناس ضرائب. انتهت الجلسه التشريعيه وسط اجتماعات مكثفه بين عدد من النواب وشارع يعج بالمطالب والاحتجاجات. باسل العريضي، قناه الجديد. وإلى ساحة رياض الصلح واعتصام المجتمع المدني رفضا للضرائب مع الزميل حسان الرفاعي. حسان، مساء الخير، كيف تبدو الأجواء في ساحة رياض الصلح، وهل ما زال هذا الاعتصام قائما كما منذ ساعات المساء الأولى؟ نعم جورج، بالفعل نحن لا نزال في ساحة رياض الصلح، حيث اتحدت مجموعات الحراك المدني وحزبي الكتائب والأحرار في تظاهرة تعيد إلى الأذهان مشهد تظاهرات الحراك المدني عام 2015. المطلب الرئيس للتظاهرة والجامع للتظاهرة هو الاعتراض على تمويل سلسلة الرتب والرواتب من الضرائب المباشرة وإهمال الموارد التي تطال أصحاب رؤوس الأموال. قد يكون المحرك الرئيسي جورج لهذه التظاهرة وللناس هو الضرائب المباشرة، وهو الأمر الذي تجلى بوضوح على وسائل التواصل الاجتماعي، ولعل أبرز انعكاساته هي هذه التظاهرة اليوم التي لن تكون يتيمة بحسب المنظمين، بل سيستمر التحرك على مدى أيام أربعة. إلى جانب الآن هاني فياض من مجموعة بدنا نحاسب للوقوف أكثر على تفاصيل ما سيقومون به في الأيام المقبلة. هاني، شو خطة السير اللي حاطينا للأيام الجاية؟ يعني اليوم مثل ما صارت اليوم نزلة عفوية، الكل دعا والكل نزل والكل تشارك بصرخة واحدة قدام وقاحة القرارات اللي عم تطلع من هالسلطة اللي مغتصبة اصلا لمجلس النواب اللي ما بحق الا تشرع، واللي اليوم عم بدل ما يعني مش بس ما بحق الا تشرع، لما شرعت ضرائب جديدة على المواطن. اليوم بلشنا اليوم بوقفة جامعة للكل وحنكمل فيها بثلاث ايام قدام، على الاقل تقرر بكره الساعة 5 وقفة قدام مجلس الوزراء كمان لاغلب المجموعات الموجودة اليوم، اعتراضا على الضرائب يلي ما بتطال الا المواطن، وعلى الشرائح الغير ميسوره بالمجتمع مع اهمال تام للضرائب على البنوك وعلى ارباح البنوك تحديدا. فعلى الاقل في عندك بكره الساعه 5 قدام مجلس الوزراء الكل داعي عليها، وفي تحرك الاحد، واكيد الاربعاء قدام مع تزامنا مع جلسه راح يكون في جلسه. شكرا هاني. جورج، ساحاول اخذ المزيد من المقابلات في الفتره المتاحه لنا الى جانب مسؤول الطلاب لحزب الاحرار للوقوف اكثر على نزولهم الى الساحه اليوم. ليش قررتوا اليوم انكم تنزلوا وانتم كنتوا غايبين عن التحركات المدنيه؟ اليوم حزب الوطنيين الاحرار وحزب الكتائب والمجتمع المدني موجودين هون بكل وضوح ليقولوا للدوله اللبنانيه انه بكفى ضرائب على كاهل المواطن الفقير والطبقات الاجتماعيه الوسطى. اليوم في كثير مداخيل ممكن تتحقق من خلال وقف الهدر، من خلال وضع حد للفساد اللي عم بيصير على مرفق بيروت وعلى المطار. اليوم الدولة مدعوة لوضع حد للفساد الإداري بالدوائر العقارية. رح نشارك اليوم في نواب نحطه على ليستة الشرف برفض الاحتلال الاقتصادي. رح نواجه ونكون إلى جنبهم بحركة تصاعدية حتى نوصل لرغبة واضحة أنه ممنوع نزيدوا على الشعب اللبناني ضرائب بهالطريقة. رح تكفوا بكرة وبعد بكرة؟ رح نكفي بكرة وبعد بكرة إلى جانبي مع طلاب حزب الكتائب. ثواني بس بليز. جورج، أيضا سأحاول الحديث إلى أحد مؤسسي حزب سبعة المنبعث عن الحراك المدني عام 2015. اليوم مش غريب عليكم تكونوا مشاركين، شو الصرخة اللي بدكم توصلوها كحزب سبعة؟ شو الصرخة اللي بدكم توصلوها اليوم؟ نحن أول شيء عم نطالب بتراجع عن هذه الضرائب اللي عم تصيب الفقراء فقط، ونحن بنقول إنه فقدنا الأمل بالطبقة السياسية. أهم مطلب عندنا إياه اليوم بدنا موعد للانتخابات، بدنا موعد للانتخابات لأن ما بقى في غير حل. موعد للانتخابات. شكرا. إذن حسان، كنت معنا مباشرة من ساحة رياض الصلح في الاعتصام الذي ينفذه المجتمع المدني رفضا للضرائب المفروضة. شكرا لحسان رفاعي الذي كان معنا مباشرة من هناك. تمثيلية سلسلة الرتب والرواتب أبطالها نواب الأمة. إنها مهزلة سلسلة الرتب والرواتب بواردات لا تحمل الطبقات الفقيرة أعباء وتصيب مطارح ضريبية ما زالت حتى هذه اللحظة محمية. تعرفوا أنتوا مسألة التبقى ويعني ووقفنا منها، حط ضرائب جديدة على الناس وعليهم هن بالذات، ما هيك؟ ونعطيهم زودة، ما نكون عم نعمل شيء، نكون عم نحسن المبرد. كل ضريبة تطال الطبقات الفقيرة نحن ضدها،
نداءات وشعارات في العلن لم تنعك واقعا داخل الجلسة. كان هناك اعتراض من عدد من الكتل النيابية وبعض النواب على زيادة أو رفع قيمة التفاقة إلى 11%، لكن اعتمد التصويت داخل الجلسة الهيئة العامة وبالتالي أقرت التفاقة 11%. ومن تباهى بموقفه في العلن رفض الكشف عن هويته في الداخل. وقت اجوا بدهم يطرحوا التفاقة طلبنا أنه بدل ما يتصوت مثل العادة برفع الأيدي وما نعرف مين صوت على شو، طلبنا أن يصير تصويت بالمنادات. نرفض طلبنا من قبل رئاسة الجلسة لحديت ما وصلنا على الضريبة الخامسة يلي هي ضريبة على شرك الإسمنت. بينقبل أنه يصير التصويت بالمنادات لأنه الشباب كل واحد بده يسجل مين مع شرك الإسمنت، مين صوت معه ومين صوت ضده، حتى يتهربوا تما ينفضحوا تما ينكشفوا، لأنه هولي بيصرحوا شيء وبيمارسوا شيء تاني. إنها أولى الضرائب التي استهدفت الفقيرة ومتوسط الحال والميسور على حد سواء، وأول الغيث قطرة، فنحن أمام سلسلة ضرائب يصل عددها إلى 22 لا تفرق بين طبقة وأخرى، ولكن غالبيتها تستهدف ذوي الدخل المحدود، ومعها تسقط ذريعة الضريبة التصاعدية. من أصل كل البنود الضريبية المطروحة في بس نوعين من الضرائب كنا نحن عم نشدد عليهم وعم نقول من هون تتمول السلسلة، من الريوع المصرفية والعقارية. ليه ما بيوقفوا بوجه حتان المال وبيقولوا لنا لازم تدفعوا 30% على أرباحكم ضرائب وضريبة تصاعدية؟ حلفائهم بالفساد. رئيس الجلسة نفسه سئم التمثيلية، فمن يفترض أن يكون مخرج المسرحية خرج الإيقاع عن سيطرته. هذه المحاولات هي عكس ما يقولونه أمام الناس في الخارج. ما هو أمام الستار ليس كما خلفه، تعددت أدوار نواب الأمة ووجوههم، والنتيجة بقيت واحدة، حماية منظومة الفساد وإغراق المواطن أكثر. سلسلة رواتب تحولت إلى ضرائب، لو علم المطالبون بها أنها ستسحب من جيوبهم لم تنعوا عنها. لايال سعد، قناة الجديد. اليوم هو أول يوم عمل للمدير العام الجديد للجمارك بدري ظاهر. الوحدة الاستقصائية تكشف ما في جعبتها عن تلقي عدد من المراقبين الجمركيين للرشا في العنبر 19. فماذا قال ظاهر وماذا سيقول وماذا في هناك في جعبة رياض قبيسي وزملائه في الوحدة الاستقصائية من هدر وفساد؟ كيفك سجل؟ قبل ما بلش يسوي بلش حلو الفيديوز اللي أنا بس تقول المرفأ يعني إدارة الجمارك كلها التهريب في المرفأ. هذا هو المدير العام الجديد للجمارك بدري ظاهر. تعرف قلت شيء؟ أما حواري هذا معه فمنذ 4 سنوات، وكان على هامش لقاء المصور الوحيد مع المدير السابق للجمارك شفيق مرعي. ميدل ابن مرة محله بالجمارك. يومها كانت المقابلة على خلفية التصوير 3 كشافين على بور بيروت وهم يتقاضون الأموال خلافا للقانون ومواجهتهم بالفيديوهات. إذا شارك كربيج ثبت عليه شيء شارك كربيج أخذ مليون. أنا بدي أقدم استقالتي. دعكم مما قاله المدير السابق علنا وسرا عن الكشافين 3 الذين ادعى عليهم المدعى العام المالي، ورغم ذلك تم إعادة تشكيلهم في مواقع جديدة لا تقل أهمية وحساسية عن مواقعهم السابقة. الفساد الذي ينخر العنبر 19 في مرفأ بيروت يتخطى الرقم 10 حتما. فالثابت أننا وبعد موقعة الجمارك الشهيرة قمنا بتوثيق 10 مراقبين ما بين دائرتي الكشف والقبول وهم يتقاضون الأموال بخلاف القانون في العنبر 19، وقد ادعى المدعي العام المالي على 5 منهم، ليصل مجموع المدعي عليهم إلى 8 مراقبين تنام قضاياهم في جرور القاضي جورج جزء. رحت فيها أنت شو أنه إدارة الجمارك يا خيئة؟ ماشي جيت قلت في محل معين في تاجر معين في مخلص معين ماشي عرصنا عنه إيه؟ بس مش كل أنا قلت إدارة الجمارك لا لا, لا 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 اليوم هو الأول لبدري ظاهر في موقعه كمدير عام لمديرية الجمارك،
والتزام منا بطلبه بعدم التعميم. حرصت وحدة التحقيقات الاستقصائية على إرسال التحية للمدير الجديد على طريقتها الخاصة في يومه الأول من خلال مواجهة كشاف جديد بفيديو يوثق تقاضي هذا الكشاف للأموال بخلاف القانون داخل العنبر 19. يذكر أن هذا الفيديو هو جزء من مجموعة فيديوهات توثق ممارسات غير قانونية في دوائر الجمارك، وسيصار إلى مواجهة المعنيين فيها تباعا على أن يتم الكشف عن هوياتهم في تحقيق مستقل. فهل سيقبل بدري ظاهر التحدي أم أنه سيتبع خطى سلفه؟ سلم على الرئيس بدري. مش بس سلم على الرئيس بدري. اوكي. رياض البيسي، قناة الجديد. أجواء الجلسة الصباحية في ساحة النجبة والضرائب التي أقرتها في هذا التقرير. كالسلحفات تسير مناقشة الإيرادات الخاصة بالسلسلة، وفي الجلسة الثالثة لم تتمكن الهيئة العامة للمجلس النيابي سوى إقرار بنود ثلاث، هي إقرار الضريبة على المشروبات الروحية المستوردة، رفع رسوم الاستهلاك على التبغ والتنباك، كما أقرت المادة الثامنة التي تلحظ زيادة رسوم كتاب العدل. أما المادة التاسعة التي تلحظ كذلك زيادة في الرسوم المتعلقة بكتاب العدل فقد شطبت بعد نقاش انتهى باعتبار أن هذه الزيادات المطروحة لا تخدم الخزينة، وطلب من وزير العدل سليم جريصاتي إعداد مشروع في هذا الشأن. وعند المادة العاشرة تفاقمت حدة النقاشات وهي المتعلقة بالرسوم على المسافرين في لبنان، وبعد اقتراحات متعددة تدخل النائب أنطوان زهرة سائلا عما إذا كانت هذه الرسوم تتعارض والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع سوريا، كما اعترض نواب آخرون منبهين أن هناك العديد من اللبنانيين في البقاع والشمال يدخلون الأراضي السورية بشكل يومي لتأمين حاجاتهم. وفي كل هذه البنود كان اعتراض كتلة الوفاء للمقاومة والكتائب يسجل بشكل ملحوظ على عدم إدراج ضرائب تطال الطبقات الفقيرة، كما سجل تدخلات عدة لرئيس الحكومة سعد الحريري في محاولة لتصويب النقاش، كما طالب بإعادة موضوع الضريبة على المسافرين إلى الحكومة لدراسته. ومع تشعب النقاش وخروجه عن إطاره في بعض الأحيان دفع بنائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري الذي ترأس هذه الجلسة إلى التهديد برفع الجلسة إلى الأربعاء المقبل. الكتائب طالب باتخاذ إجراءات توقف التهرب الضريبي وتكافح الفساد المستشري. نحن نرفض رفضا كاملا لزيادة الضرائب على الناس، نحن نرفض هذه الزيادة لأنه نحن واعترضنا على هذه الزيادة. المداخلات والاعتراضات التي أدلت بها كتلة الكتائب دفعت بالنائب ألاعون إلى القول إن العمل السياسي يكون بالفعل وليس بالخطابات، سائلا عن عدد الشكاوى التي قدمها وزراء الكتائب حول الفساد في الحكومة التي شاركوا فيها. شعارات، بس للشعارات ما بتكفي لتعالج مشكلة. كتائب لبنانية كانت بكل الحكومات السابقة أو معظمها. خلينا نشوف كم شكوى تقدمت إلى هيئة التفتيش المركزي من وزراء الكتائب حول فساد وهدر في وزاراتهم. أما كتلة الوفاء للمقاومة فقد اعترضت على زيادة الضرائب معتبرة أن مقاربة الإيرادات كان يفترض أن تبدأ بوقف الهدر ومكافحة الفساد. موقفنا نحن ككتلة وفاء للمقاومة ظهرنا اليوم مجددا، كل ضريبة تطال الطبقات الفقيرة نحن ضدها. في ضرائب يجب أن توضع لها استثناء بحيث تتركز فقط عند الطبقات الميسورة أو المؤسسات القادرة. وفي كل مرة كان يتفاقم فيها السجال كان يطرح السؤال عن الأسباب وراء تأخير إقرار السلسلة. بتمنى من الزملاء النواب حتى لا أضطر أن أسميهم بأساميهم وعندي استعداد أعمل هالشي عدم تأخير إقرار السلسلة. وفي النهاية رفعت جلسة قبل الظهر بالطلب من وزير العدل سليم جريصاتي إحضار الاتفاقيات الموقعة مع سوريا لتبيان ما إذا كانت تتعارض والمادة العاشرة من الإيرادات. باسل العريضي، قناة الجديد. علي عمار يشيد بالحريري، فهل تترجم هذه الإشادة على الساحة السياسية فيما بعد؟
لم يعتدي اللبنانيون رؤية أي مشهد رومانسي بين حزب الله وتيار المستقبل، لكن نائب كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار لطف المشهد في جلسة الأربعاء النيابية، حيث عبر عن سروره بما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري عن التهديدات الإسرائيلية الخطرة، شاكرا ومثنيا على موقف الحريري الذي يحمل كل معاني المسؤولية الوطنية في مواجهة هذا العدو. هذه الإشادة لم يسمعها الحريري في المرة الأولى لأنه خرج بضع دقائق من القاعة، لكن عمار كرر الإشادة على مسمعه فتلقى شكرا من الحريري وابتسامة. يعني هيك كومبليمونات، يعني كانت لقطة حلوة، بس يعني ما في، لا بس هلا بهالأيام بشهر عسل. عمار رفض تثبيتها أمام الكاميرا في المرة الثالثة، فأخبرنا بعض النواب بما حدث. إشارة لواقع، يعني بس موقف الرئيس حريري اللي صار حب الحاج علي يشيد فيها، بس هالقد حجمه. هو المديح إجا يعني على أساس أنه يعني يوجه شكر للرئيس الحريري لأنه طلب أنه يتخذ موقف ضد التهديدات اللي عم تعرض لبنان من قبل إسرائيل. الحقيقة ده الشكر مأخر شوي، لأنه بعدنا لحديت هلأ متهمين أنه نحن المشروع الإسرائيلي الأمريكي، وهلأ مؤخرا صرنا المشروع التكفيري. حاج علي لزميلنا علي عمار صار على أكثر من مناسبة عم يعمل إطراء جدي لأداء دولة الرئيس الحريري، وأنا بأيده فيه. مشان هيك اوعى تفكروا أنه هيدي هيك إطراءات بالهوى، لا، إطراءات جدية من قبل علي عمار لدولة الرئيس الحريري. ممكن نشوف مدح من قبل تيار المستقبل لحزب الله؟ نحن لما كانت أو هي لما تكون بندقية في وجه العدو الإسرائيلي ما عندنا مشكلة فيها أبدا. نحن جماعة مهذبين، والرئيس الحريري مهذب، فرد على التحية بالمثل. يعني كان عم يحكي النائب علي عمار وأشاد برئيس الحكومة بموقفه تجاه العدو الإسرائيلي، وسأب الداخل دولة الرئيس فرجع جدد له السلام، فرد تحيتي بالمثل. يعني هذا شو، يعني هذا المديح ما كنا نشوفه قبل. هلا منيح انت زعلانه، يعني لما يكون في وفاق وتفاهم، بالعكس ان شاء الله مع كل افريقيا بكون هذا الموضوع هيك. نتأمل ان يكون الوفاق يعم على جميع الافريقاء السياسيين ان شاء الله. اشاده الحقت بنظره فابتسامه، فهل يحدد موعد بين الحريري وحزب الله ويكون اللقاء؟ وقد يجمع الله الشتتين بعدما يظنان كل الظن ان لا تلاقيا. ليال بوموسى، قناة الجديد. المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أسسه الإمام المغيب السيد موسى الصدر عام 69، وظل يرأسه على الرغم من تغييبه حتى عام 94، لأنه يكون قد بلغ من العمر 65 عاما. وانتخب آنذاك الشيخ الراحل محمد مهدي شمس الدين رئيسا، وعندما توفي شمس الدين ظل المركز شاغرا نظرا إلى عدم توافق حزب الله وحركة أمل. اليوم تعديل في قانون المجلس انتخب على ضوئه الشيخ عبد الأمير قبلان رئيسا. وأخيرا وبعد 16 عاما بات الشيخ عبد الأمير قبلان رئيسا للمجلس الشيعي الأعلى بعدما كان نائبا للرئيس للمرة الأولى منذ عام 2001، وبعد وفاة الرئيس السابق الشيخ محمد مهدي شمس الدين. يشهد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أول انتخابات له، هي انتخابات أشبه بتعيينات جرى التوافق عليها مسبقا، وبخلاف النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أن تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئتين الشرعية والتنفيذية، فقد جرت تسمية المقاعد الشاغرة العشرة من قبل نائب الرئيس الشيخ عبد الأمير قبلان، ثم قامت الهيئتان بانتخابه رئيسا للمجلس. طرح سماحة الإمام قبلان أسماء السادة المقترحين لعضوية الهيئة التنفيذية، ووافق المجتمعون على اقتراح سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان لتعيين السادة المذكورين أعضاء في الهيئة التنفيذية للمجلس الشيعي الأعلى. طلب سماحته أن تجري عملية انتخاب الرئيس ونائبيه، وعلى الأثر جرت عملية الانتخاب وفقا للقانون على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، انتخب سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان رئيسا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
على أن المجلس أقال وبشكل غير قانوني الأمين العام للمجلس محمد الشعيطو وعين مكانه نزيه جمول، ونظرا إلى كون النظام الداخلي للمجلس ينص على أن ولاية الأمين العام هي من ولاية المجلس الذي قرر التمديد لنفسه 3 سنوات، كان رد الشعيطو على النحو التالي: القرار فيما يخصني باطل لأسباب كثيرة. أولا هو مخالف للقانون صراحة الذي ينص على أن تنتخب الهيئتان الشرعية والتنفيذية مجتمعتين من بين أعضاء الهيئة التنفيذية أمينا عاما بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية، وتكون مدة ولايته مدة ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية. رضا لم تقتصر على من هم في المجلس حصرا، إذ يرى الوزير السابق إبراهيم شمس الدين أن انتخابات برمتها انتخابات غير دستورية. جناب الشيخ قبلان عين الأشخاص اللي بدون ينتخبوه، الثنائية الحزبية هي اللي تقاسمت هالمناصب، وهي مخالفة على فكرة، التعيين مش قانوني بناء على قانون المجلس، وهي سيكون منها موقف لاحق. لماذا يجب أن يعدل قانون الداخل للمجلس بحيث أنه يتجاوز السن اللي على أساسه تم انتخاب رئيس بعد السيد موسى، ومد غيرت المادة حتى يتم انتخاب جناب الرئيس الحالي؟ بعض الحجج قدمت أنه الهيئة العامة كبيرة جدا 30 و40 ألف، شو بنعمل؟ تمديد لولاية المجلس لم يكن أمرا دستوريا إطلاقا. هكذا وبعد انتظار 16 عاما ارتأى المجلس التعيين بدل الانتخاب والتمديد بدلا من التجديد. آدم شمس الدين، قناة الجديد. إشكال في بيت المحامي في خلال مؤتمر صحفي لنقيب المحامين في بيروت بخصوص سلسلة الرتب والرواتب. في المؤتمر الصحفي لنقابتي المحامين في بيروت والشمال ونقباء المهن الحرة المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، كل شيء كان يسير كما هو متوقع. نحذر من الاستسهال في فرض ضرائب غير مباشرة. الوقوف إلى جانب القضاة ملاحظات على السلسلة ورفض الضرائب، كلها مواقف أطلقها نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم، وقد كانت محل ترحيب الجميع. تسجل لدولة الرئيس الأستاذ نبيه بري وهو المحامي الأول موقفه الحاسم والمؤازر لموقف نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. لكن ما أن توجه النقيب الهاشم بالشكر للنواب ولوزيري المال والعدل ورئيس مجلس النواب حتى انتفض بعض المحامين، وهذا ما حدث. والشكر أيضا إلى النواب الزملاء الكرام. استاذ اذا بتريد ما اعطيتك، استاذ ما اعطيتك الكلام، عمول معروف. استاذ واصف، هيدا مؤتمر صحفي لنقيب المحامين، ما حدا غير نقيب المحامين بيحكي. انتوا اعترفتوا بالشرعيه الموجوده وهيدا غلط. الشرعيه الموجوده لا شرعية لها، ما في شرعية. هولي نحن عم نحكي الحقيقة. هولي نواب، هولي وين انت هم تسرب من عندنا من هولي هولي نواب ممددين لنفسهم. ممنوع نحكي سياسي منها. المحامي بيحكي كل شيء. لا ما بيحكي، المحامي يتكلم في كل شيء غصب عنك، يتكلم في كل شيء غصب عن النواب، يتكلم في كل شيء، عنده أصالة، عنده وكالة من الشعب. اعترض المحامي علي برجي على شكر الطبقة السياسية باعتبارها غير شرعية، فانقسمت القاعة بين مؤيد ومعارض ومحايد. أستاذ علي برجي محامي ومن حقه يعبر عن رأيه بهذا الشكل، وفي كثير من المحامين بأيدوا، ولكن يبقى المحامين ملتزمين بنقابة المحامين بالنقابة بقرار النقيب. نحن صف واحد كلنا خلف النقيب وخلف موقف النقابة، في بيان واضح صدر عن نقيب المحامين، نحن كلنا متبناه. أما هذا الفولكلور والاستعراض هذا مرفوض، والتعرض للمقامات والتعرض للوزراء النواب بهذه الطريقة المشينة مش مقبول، مش أخلاقنا وأدبياتنا نحن المحامين نتفوه بهذه الكلمات. كنا نتوقع أن يكون هناك موقف أكثر قسوي يتعامل بصفة جيدة مع هذه السلطة التي لا تفهم إلا بالمواقف القاسية. بهرج ومرج انتهى المؤتمر الصحفي لنقيب المحامين، أما المحامي برجي فقد قرر الذهاب في اعتراضه حتى النهاية. أنا أعلق عضويتي في نقابة المحامين. حقك حقك.
بعد الإعلان وردة عشية الأحد الكبير وما الشمع الأحمر. الاستعداد البشري واللوجستي للزحف الدرزي الأحد المقبل إلى المختارة على قدم وساق، والرسالة السياسية الأهم لمن يعنيه الأمر: نحن هنا. هنا في المختارة حيث يستريح الزعيم كمال جملاط منذ 40 عاماً، يستذكر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط والده الشهيد، فيضع ورفاق درب زعيم الحركة الوطنية اللبنانية زهرة حمراء على الضريح المغطى بالأكاليل والزهور. الذكرى 40 ستتميز هذا العام بمهرجان شعبي الأحد المقبل يحشد له منذ أكثر من 3 أسابيع، حيث سيتدفق بنو معروف من مختلف المناطق باتجاه المختارة. تحضيرات طبعا لإحياء مناسبة استشهاد المعلم كمال جملاط تجري بشكل متواصل وحثيث ويومي، إن كان على مستوى مركزي أو على مستوى المناطق والقطاعات الحزبية المختلفة. طبعا يعني الحشود الشعبية اللي عم نتوقع حضورها تستلزم طبعا المزيد من الأمور اللوجستية والتنظيمية لإحياء هذه المناسبة. جولة في قرى قضائي شوفوا علي مرورا بوطن مصيطبة تكشف عن التحضيرات المتواصلة ليل نهار. فهل من رسالة سياسية يراد أن تؤديها هذه المناسبة، لسيما بعد موجة شد العصب الدرزي الذي أججها كلام الوزير باسيل عن رئاسة مجلس الشيوخ؟ بالإضافة إلى رمزية الذكرى 40، هناك أيضا الوضع السياسي الذي نعيشه في لبنان، والذي أيضا يعني يؤدي بالحالة الشعبية إلى التفاعل أكثر مع الذكرى هذا العام. تحاولون أن تقولون نحن هنا، يعني ما حدا يلغينا؟ نحن هنا موجودون هنا بغض النظر عن اليوم 19 أذار، وإن كان 19 أذار سيجسد لكل يعني من أحيانا يحاول أن يشكك أننا هنا موجودون. كمال جملاط علمنا كيف نكون رجال صادقين، رجال محبين. نحن ما همني بوليد جملاط، بوام وهاب، بطلال أرسلان، أنا عم بحكي عن التربية اللي أنشئت أنا عليها. مسيرة الأحد حتكون إثبات وجود للمعلم كمال جملاط ولوليد جملاط ولتيمور جملاط. مما لا شك فيه أن المهرجان سيكون محطة للاشتراكي يؤكد فيها موقفه من قانون الانتخابات، مشددا على عدم تهميش طائفة الموحدين، مستفيدا من إرث المعلم، إضافة إلى ما تكهنت به المصادر وقد يكون الأهم، وهو أن يتحول المهرجان إلى مبايعة رسمية لتيمور جملاط. دارين دعبوس، قناة الجديد. الشمع الأحمر يسقط عن بعض محال الصيرفة التي أقفلها الأمن العام. أسبوع مر تقريبا على إقفال شعبة خاصة من الأمن العام محل للصيرفة بالشمع الأحمر، بإشارة من النيابة العامة المالية للاشتباه في تحويلها أموالا لجهات إرهابية. واليوم عادت بعض هذه المحال وبإشارة من الجهة نفسها وفتحت أبوابها أمام زبائنها. كنا متوقعين انه حنرجع، لانه نحن جميعا ما علينا ولا اي شيء مشاكل. اللي صار ما فينا اقول لك شو اللي صار، لانه ما حد عارف شو اللي صار. اصحاب المحال الاخرى وعلى الرغم من انزعاجهم من الاقفال بالشمع الاحمر رفضوا الحديث امام عدسات الكاميرا لاسباب لم نرى لها مبررا، فيما اشار احدهم الى انهم فتحوا الابواب ولكن من دون استئناف الاعمال، في حين لا تزال ابواب هذه الشركه مختومه بالشمع الاحمر. لكن في المقلب الآخر كان لابد من السؤال عن هذا الشمع الأحمر الذي يدمغ من دون استئذان بسمعة سيئة تصعب إزالتها. هذا أمر قديما كان موجود ولا زال، وعلى فكرة الشمع الأحمر منه مصنوع من الشمع، مصنوع من مواد أخرى. الوهلة الأولى ربما بيوحي بجرم شائن، لكن هو بالحقيقة تدبير احترازي ليس إلا حتى تتوقف أعمال بعض المؤسسات اللي هي قيد التحقيق ويلي عملها ممكن يؤدي لخطورة أو تمادي في الجرم إذا ثبت. صار في قانون جديد لمكافحة تمويل الإرهاب رقمه 44 بيتضمن هالجرم بصراحة، وفي تفعيل لهذا القانون وخصوصا تجاه مؤسسات الصرافة. لحسن الحظ أو للأسف، لكن هذه المؤسسات عم تدفع الثمن بالتشدد اللي عم بيصير، لأنه نحن لازم نمتثل للقوانين والتوصيات الدولية. أنا بحرص على التنويه على مبادرة الأمن العام،
لكن أنه هذا الأمر ممكن كمان يلبك الساحة المصرفية اللبنانية والمالية أو ينقذ المصارف المراسلة المتعاملة معنا أو الأسواق المالية الخارجية. إذا كان وضع شريط الكرايم سين يهدف إلى منع العبث بأدلة مسرح الجريمة، فالشمع الأحمر يشير إلى جريمة محتملة. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. والآن ننتقل إلى فن الخبر مع الزميل شادي خليفة. مساء الخير. من بعد ما أكدت سيرين عبد النور لنشطنا الأسبوع الماضي بأن رح تتوجه إلى سوريا لتصوير مسلسل أناديل العشاء نافية شائعة منع من دخول سوريا، تبين أنه هالعرقلة جدية، فسيرين تفاجأت من وضع اسمها على الحدود اللبنانية السورية لمنع من دخول الأراضي السورية، وأسباب هالحرب هي ضغط ممثلات وممثلين سوريين على نقيب الفنانين السوري باعتبارهم أحق منا بالفرصة ببلدهم وأنهم أولى بدور البطولة وبالمبلغ الكبير اللي بتتقضاه سيرين مقابل أدوارها. نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان قال بشكل مبهم: كل من يسيء لسوريا لازم يعتذر. الأمر اللي بيدفعنا للتساؤل: وين أساءت سيرين لسوريا وهي معروفة أنها ما عندها مواقف سياسية أبدا؟ وإذا كان غضب النقيب زيارتها لمخيم اللاجئين السوريين بلبنان، فهذه الزيارة كانت إنسانية لناس شردتهم الحرب وليست زيارة ذات طابع سياسي، وبالتالي منه سبب لاتخاذ موقف من سيرين. وبالتالي على نقابة الفنانين اللبنانيين التحرك لأنصاف إحدى أهم نجمات الدراما بلبنان، هالبلد اللي فاتح أبوابه للممثلين السوريين للعمل على أراضي دون أي تمييز. وبالتالي من غير الجائر منع ممثلة لبنانية من دخول الأرض السورية لتصوير مسلسل. سيرين اكتفت بالتعليق على الفيسبوك حيث كتبت: قال أنا ضد النظام، قال أنا أسأت لسوريا، قال أنا وقفت أعمال غيري وقبضت مبلغ زعج الممثلين السوريين، معقول يطلع بكرة أنه أنا عملت الحرب بس لأنه عندي مسلسل برمضان؟ وكتبت سيرين امبارح بعد التفجيرات بدمشق: عزيزتي دمشق، لا تستحقين أيتها الرائعة أن يسفك دم أبنائك المكللين بأوراق الغار ظلما وعدوانا. كنت أتمنى أن أكون اليوم حاضرة في مصيبتك، أشعل شمعة في كنيسة الزيتون وأصلي من أجل أن يغمرك السلام. وجهت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي بصفتها سفيرة لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداء للتعاون على المستوى الدولي لمواجهة الحروب اللي عم تشرد الناس ولمحاربة التيار القومي المتصاعد المتخفى بهيئة الوطنية. وكلمتها يلي ألقتها أمام الأمم المتحدة بجنيف دعت نجمة هوليوود إلى تجديد الالتزام تجاه المنظمة الدولية اللي وصفتها بالغير المثالية والمساعي الدبلوماسية لإنهاء الصراعات، وانتقدت عودة السياسات اللي بتشجع على الخوف وكراهية الآخرين، وقالت: الكثير من الخوف اللي عم نشهده اليوم من اللاجئين ومن الأجانب من أسبابه الجهل والسياسيين المحرضين عليه. النجمة اللي أثارت الجدل بالتسعينات باميلا أندرسون على علاقة حب بأحد أهم المطلوبين دوليا، فقد أكدت بنفسها وجود علاقة عاطفية بتجمعها بالصحافة والناشط والمبرمج الأسترالي جوليان أسانج اللي أسس موقع ويكيليكس وبيرأس تحريره. وكانت باميلا أندرسون البالغة من العمر 49 سنة وصفت أسانج بأنه أكثر الرجال ذكاء وإثارة للاهتمام، كما رفضت كل التهم الموجهة له ووصفتها بالسخيفة. وكانت انتشرت صور إلها خلال زيارتها له بسفارة الإكوادور بلندن حيث يحتمي من الملاحقة الدولية له، ويذكر أنه أسانج هو أحد موكلي المحامية أمل علام الدين. مع هذا الخبر منوصل لختام فقرتنا، ضلوا بألف خير. وإلى فقرة ديمقراطية. تيك تك. العوافي فرطت السلسلة، يبدو أنها على طريق الفرط. النصاب طار وطارت الجلسة، لكن إذا فتشنا عن تطير النصاب منلاقي أنه مش بس موقف الكتائب طير الجلسة، القصة أكبر، القصة غامضة، وقريبا بينعرف كل شيء. وبعد انطلاق المظاهرة برياض الصلح الليلة، الرئيس سعد الحريري فزع. تيك تك. بكل أنجاء الوطن يا دلي يا نهاد، قولك بيعملوا لنا شي؟ لا لا ما تخاف دولت الرئيس، يعني ما بيقتحموا السرايا وبيسقطوني؟ ما تنيت بعد بالسرايا. ولا يهمك شيخ سعد، ما بيصير شي. اكيد يا نهاد. منك مصدقني، اسأل الرئيس بري. فكرة. الو دولت الرئيس. اهلا شيخ سعد. بلشوا يتظاهروا بساحة رياض الصلح، قولك في خطر علي بالسرايا. قديش في بالساحة؟ شي 2000 3000 نسمة.
ولك هودي بنسمة بيفرطوا. نسيت الحراك الصيف الماضي 50,000 نسمة وما نسموا علينا. ارتاح 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 وروح تصلع. الاتهام بتعطيل السلسلة توجه للكتائب، والكتائب دافعت عن نفسها. منسمع هالقرادة بين سعد وسامي، وبكرة بشوفكم. تيك تك. اوف 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 اوف، سامي عيب اللي عملته، جدول اللي وزعته، الارقام اللي انشرتها زورتها قلب الشعب قطعته. الارقام اللي انشرتها زورتها قلب الشعب قطعته. انا هيدا حق المشروع، انا منشرت الممنوع، لو ما ارفع صوتي تلوع كنتو الشعب جوعتو. لو ما ارفع صوتي تلوع كنتو الشعب جوعتو. سلسلة ايدتوها بنوبكن دعمتوها، ليش اليوم عدمتوها معلم عسكري ذبحتو؟ ليش اليوم عدمتوها معلم عسكري ذبحتو؟ عمتو المعلم تبشور العسكري معه ناظور، فضحتو بين المستور وبجنازة شعب سرتو. فضحتو بين المستور وبجنازة شعب سرتو. فضحتو بين المستور وبجنازة شعب سرتو. تيك تك. بعد الإعلان، نار وانفجار في باريس. هجوم مسلح على مدرسة جنوبي فرنسا، وانفجار طرد ملغوم في مكتب صندوق النقد الدولي في باريس. أصيب 8 أشخاص في إطلاق نار بمدرسة في مدينة غراس جنوبي فرنسا. السلطات المحلية أوضحت أن المشتبه فيه هاجم مدير المدرسة نتيجة خلاف شخصي بينهما، ولم تتعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي، فيما اعتقلت الشرطة مراهقا عمره 17 عاما قالت إنه كان مسلحا ببندقية ومسدسين وقنابل يدوية. هاجم مدرسة توكفيل وأطلق النار على مدير المدرسة وأصاب آخرين إصابات طفيفة. وسبق ذلك انفجار طرد في مقر فرع صندوق النقد الدولي بباريس، أسفر عن جرح موظفة وألحق أضرارا طفيفة بالمكتب. كان مرسلا إلى جيفري فرانكس الممثل الأوروبي لصندوق النقد الذي يعمل مديرا للمكتب منذ آذار 2015. الانفجار نتج عن عبوة مصنوعة محليا تشبه الألعاب النارية الكبيرة. الموظفة التي أصيبت تتلقى علاجا لكن إصابتها لا تهدد حياتها. كان هناك بعض التهديدات الهاتفية لرئيس المكتب الأوروبي للصندوق، لكنها ليست مرتبطة بالضرورة بهذا الأمر على ما يبدو. وفتح ممثلو الادعاء في وحدة مكافحة الإرهاب في باريس تحقيقا بالحادث. الأزمة السورية 6 سنوات من الحرب وأفق السلام لا يزال بعيدا. من درعا بدأت باحتجاجات سلمية لتنتهي إلى حرب أهلية هي الأشرس في القرن 21. 6 سنوات مرت على بدء الأزمة السورية. ثبت الجيش السوري بمساعدة حلفائه سيطرته على أجزاء واسعة من البلاد واستعاد مناطق كان قد خسرها، غير أن الصراع أبعد ما يكون عن النهاية بعدما تقطعت أوصال البلاد وتحولت بعض مناطقها إلى جيوب وكيانات يحكمها أمراء حرب وقيادات طائفية أو إثنية. يستبعد المراقبون انتهاء الصراع قريبا وقدرة أي من الأطراف على الحسم في الميدان، وكذلك فإن التوصل إلى اتفاقية سلام لا يزال بعيدا، وفي أحسن الأحوال فإن جل ما يتوقعه المفاوضون الاتفاق على هدنة خاضعة للرقابة على مساحة كبيرة من الأرض السورية المقسمة واقعيا بين القوى المتناحرة. وللمفاوضات حصة كبيرة من عمر الأزمة، فهي دارت على مدى 5 سنوات بشكل غير مباشر بين الحكومة والمعارضة، حيث كان مصير الرئيس السوري بشار الأسد هو النقطة الشائكة. أما الآن فقد صارت نقطة البداية هي بقاء الأسد. استمر الأسد في موقعه بفضل تحالفاته، في حين لم تلقى المعارضة سوى الخذلان من أصدقائها الكثر، حتى تحولت إلى معارضات ومنصات تتقاتل فيما بينها ويشوه صورتها
التطرف الديني، فيما أعلن تنظيم داعش دولته في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، إلى أن أعلنت حرب عالمية عليه بلغت ذروتها الآن في الموصل العراقية والاستعداد لاقتحام معقله السوري في الرقة. نصف مليون قتيل حصيلة ضحايا الحرب حتى الآن، فضلا عن نزوح نصف السكان عن ديارهم، وحلت أسوأ أزمة لاجئين في العالم. ومع كل يوم جديد يظهر تعقيد جديد في الأزمة بلغت ذروته بوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتغييره قواعد اللعبة بإنزال جنود أمريكيين علنا في الشمال السوري. مع انقضاء الذكرى السنوية 6 للأزمة السورية، فإن جل ما يتمناه الأمين العام الجديد للأمم المتحدة هو تسريع المفاوضات لإنهاء الحرب حتى لا تكون هناك سنة سابعة. وإلى فقرة ترندز مع الزميلة سارات صالحة. مساء الخير سارات. مساء الخير جورج. سارات، كيف بيكون النايب حرامي؟ يعني سؤال مهم وهاشتاغ مهم. ما بعرف جورج. إذا بدأ هيك قواعد وأسس يتعلمها الواحد، ولا سهلة ولا صعبة؟ مع الخبرة بتجي مع الخبرة، خاصة عند الشعب يلي اكتسب خبرة كتير واسعة من مجلس النواب والنواب الموجودين حالياً والممددين لحالهم. لنعرف أكثر عن كيف بيكون النايب حرامي، تابعونا. مساء الخير. الضرائب المعيشية المضافة كانت الحديث الأول على مواقع التواصل الاجتماعي يلي كان فسحة لفش الخلق بالنسبة لكتار من المواطنين يلي أطلقوا أكثر من هاشتاغ عن هالموضوع، ومن أبرزها كيف بيكون النايب حرامي. والأراء عن هالموضوع والرد عليه كانت على الشكل التالي. هلال رد بكل بساطة وقال: لما بيكون الشعب حمار. يلي قالت: لما بيمصوا دمك وتصير ميت من الجوع. سارة خازم اعتبرت أنه طول ما الطريق من المجلس عبيوت النواب سالكة ما في شيء رح يأثر عليهم. محمد استغرب وتأسف على الزمن يلي بيخلي النائب والوزير يقبضوا من الشعب مدى الحياة. نسيم نصح المواطن يترك شغله، هيك المعاش ما بكفي غير أول يومين من الشهر. أما نيكول الحجل فقالت: بيكون النائب حرامي بس يقبل بفرض ضرائب على الشعب وبغض النظر عن يلي عم يتهرب من دفع الضرائب. ومن النواب يلي سارقين وبيعين المواطن، لمواطن قرر يبيع العامل الأثيوبية يلي عنده ب 800 دولار ونشر الإعلان على تطبيق OLX. الإعلان كان كفيل بإشعال غضب واستهجان ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا أن القوانين الظالمة الشبيهة بقوانين العبودية بحق استقدام العاملات الأجنبيات شجعت المواطنين على التجرؤ ببيع البشرة على تطبيقات للتسوق أونلاين، واستغربوا من سماح التطبيق بنشر مثل هالإعلان وطالبوا بمقاطعته. وعلى صعيد آخر، يبدو أنه عقدة سناب شات عند المدير التنفيذي لفيسبوك مش عم يقدر يتخطاها، خاصة بعد ما حول كل منصة تابعة له لمنصة شبيهة تماماً بسناب شات، وميزة الستوريز أصبحت اليوم متاحة على فيسبوك من بعد إنستغرام وماسنجر. وأخيراً، مع ويب سايت غريب من نوعه أطلقته الحكومة الألمانية لتعليم المهاجرين واللاجئين بألمانيا الثقافة الجنسية وكيفية إقامة علاقة مع النساء الألمانيات. الموقع اعتمد على صور توضيحية كرتونية بيظهر فيها رجل داكن البشرة مع امرأة شقراء، الشيء اللي سبب جدل واسع حوله بين مين اعتبروا عنصرية معيبة وبين مين اعتبروا وسيلة من وسائل الإدماج المجتمعي ومساعدة اللاجئين على التكيف عن طريق الثقافة الجنسية. أما آخرين فاعتبروا محاولة لمحو الهوية الألمانية وإدماجها مع الشخصية المهاجرة. ومع هالخبر بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الليلة. لمزيد من التفاصيل وأخبار أخرى تابعونا عبر صفحة ترندز على فيسبوك، وعبر صفحاتي على فيسبوك، تويتر، إنستغرام وسناب شات، وعلى الأكيد ما تنسوا تتاج أند هاشتاج ترندز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. تصبحوا على خير. كان في النشرة: طار النصاب فكيلة الاتهامات للكتائب. تفاجأنا بحملة مبرمجة انه نحن حنلقط هدول الناس اللي سربت هالواتسابات. نحن أربعة، نحن وقفناها الجلسة. اعتصامات بالمفرق رفضا للضرائب وانتفاضة في نقابة المحامين. المحامي يتكلم في كل شيء، غصبا عنك يتكلم في كل شيء. انا أعلق عضويتي في نقابة المحامين. الجديد ترحب بالمدير العام للجمارك الجديد.
سلم على الرئيس بدري. مش مسؤول. سلم على الرئيس بدري. كل نظرة فابتسامة، فهل تنتهي بلقاء؟ غير مهذب. لا بس هلأ بهالأيام بشهر عسل. المجلس الإسلامي تعيين بدلاً من انتخاب وتمديد بدلاً من تجديد. انتخب سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. تمديد لولاية المجلس لم يكن أمراً دستورياً إطلاقاً. ست سنوات بدأت بالربيع وانتهت بالجحيم. سيرين عبد النور أشعلت الحرب في سوريا، وكان في ترانس إتجار بالرقيق على تطبيق OLX. ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. الموعد الإخباري المقبل يأتيكم عند 11:30 من هذه الليلة، فإلى اللقاء.